اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا في الفيديو ده اسعار الخضار في سوق العبور للجملة. هنحاول ان شاء الله نعرض جميع الاسعار، ولكن في ملحوظة برضو مهمة جدا. الناس يا جماعة، المستهلك يعني ما تقارنش اسعار الجملة باسعار التجزئة. تاجر الجملة، تاجر التجزئة لما بيروح يشتري من سوق العبور، فطبعا هو بيشتري علشان يكسب. اي نعم، يعني في بعض التجار بتكسب اكتر يعني، ولكن يعني حسبتها يعني بيطلع هالك كتير مشال وما اعرفش. وانا كنت رفعت فيديو يا جماعه واتكلمت فيه عن الحاجات دي، فلازم تاجر القطاعه يا جماعه لازم ان هو هيكسب. وقلنا طبعا في بعض التجار بتكسب مبالغ كبيره، ولكن ربنا يهدي. عموما الاسعار في سوق العبور حسب كميه العرض والطلب. هنشوف الاسعار، ولكن متنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه علشان يصلك كل جديد. التفاعل يا جماعه مع الفيديوهات ده، اليوتيوب لما الاقيك بتتفاعل تعليق بلايك باشتراك بيعرض لك الفيديوهات يوميا. الاسعار يا جماعه النهارده في سوق العبور، اسعار الكوسه، في كوسه طبعا يا جماعه تبدا من 7 جنيه لحد 10 جنيه و12 جنيه. الكوسه فيها من 7 جنيه لحد 10 و12 جنيه. بعض التجار بتقول 13 جنيه، ولكن هو تنفيذ 12 جنيه 11 جنيه اعلى جوده. احنا بنعرض لك من اقل جوده لحد اعلى جوده. طيب اسعار الخيار، الخيار يا جماعه في خيار طبعا يبدا من 5 جنيه خيار لحد 8 جنيه، من 5 جنيه لحد 8 جنيه. في بقى ممكن تلاقي خيار ب 3 جنيه 3.5 4 جنيه، ولكن بيبقى احجامه فايره شويه. طيب بالنسبه لاسعار الطماطم، الطماطم طبعا كل يوم بسعر وكل لحظة بسعر، أسعارها بتتغير بترفع وتنزل. هي أسعار الخضار عموما في سوق العبور يوم في الطالع ويوم في النازل، يعني نادر جدا إن لو الأسعار استقرت يوم أو يومين ورا بعض. طيب أسعار الطماطم يا جماعة، أعلى حاجة النهاردة في الطماطم فيها لحد 200 جنيه وزن العداية من 18 ل 20 كيلو. طيب في أقل جودة يا جماعة من 140 و150 لحد 200 جنيه زي ما قلنا في الطماطم. ده بالنسبة لأسعار الطماطم. هنشوف بقى أسعار الخضار، فأنا عايزك تتابع معايا الفيديو علشان تعرف الأسعار، ولو نسيت حاجة اكتب لي في التعليقات وهرد عليك إن شاء الله. طبعا يا جماعة في طماطم عدات كبيرة في 25 لحد 27 كيلو بيصل سعرها لحد 250 جنيه، ده علشان حجمها أكبر ووزنها طبعا أكتر. طيب أسعار البتنجان الرومي في سوق العبور، في طبعا بتنجان من 2 جنيه لحد 2 جنيه ونص، من 2 جنيه في البتنجان الرومي لحد 2 جنيه ونص، يعتبر اسعاره منخفضه وبقاله فتره طبعا اسعاره منخفضه. بتنجان العروس يا جماعه فيه لحد 5 جنيه، بتنجان العروس فيه لحد 5 جنيه، واقل جوده هتلاقي من 3.5 لحد 4 جنيه في الجوده التعبانه. طيب نشوف اسعار البطاطس. احد متابعينا يا جماعه كان كاتب لي في التعليقات طبعا تعليق كده، يعني في بعض الكلمات بيقول في ان بطاطس التايسون فيها لحد 15 جنيه وما اعرفش ايه، وكاتب اسعار غريبه كده. مفيش بطاطس تايسون لحد 15 جنيه ابدا يا جماعه. اسعار البطاطس يعني اعلى جوده في دي، يعتبر التايسون دي نظيفه جدا وتحمير مليون في الميه، فيها لحد 12 جنيه 12 ونص بالكتير خالص. الاسبونتات يا جماعه والكاره فيها من 10 جنيه لحد 11 جنيه، من 10 جنيه لحد 11 جنيه بالكتير، تمام. طيب في بقى البطاطس التلاجات يا جماعه اللي هي بتاعه الطبخ، طبعا فيها من 8.5 لحد 9 جنيه، من 8.5 لحد 9 جنيه يعني، بس ما فيش 15 جنيه ابدا في سوق العبور في البطاطس يا جماعه. اسعار البصل في سوق العبور، طبعا يا جماعه البصل الاحمر ابتدى سعره في سوق الجمله يهدي شويه في سوق الجمله، وقلنا لو جنيه او نص جنيه مش هيفرق في سوق التجزئه يا جماعه، هتلاقي التاجر بيبيع زي ما هو مش هيفرق معاه. طيب اسعار البصل في سوق العبور، البصل الاحمر في طبعا من 17 جنيه لحد 18 جنيه، من 17 جنيه في البصل الاحمر لحد 18 جنيه. طيب في بصل يا جماعه في سوق العبور يصل لحد 20 جنيه، اللي هو البصل الابيض يا جماعه، البصل الابيض ماسك سعر لانه شاحح، يعني البصل الاحمر كتير عن البصل الابيض، في لحد 20 جنيه في البصل الابيض. طيب في بصل اقل جوده يا جماعه من 14 جنيه لحد 16 جنيه، اللي هو الجوده تعبانه يا جماعه، من 14 جنيه لحد 16 جنيه في البصل الاحمر.
وتكلمنا كتير عن البصل وعرضنا فيديوهات كتير عن البصل وقلنا سبب ارتفاعه واسباب انخفاضه، يعني قلنا حاجات كتير جدا في الفيديوهات السابقة، ممكن تخش على القناة تشاهد الفيديوهات. اسعار التوم يا جماعة، التوم طبعا بقاله فترة اسعاره مستقرة، في طبعا توم يا جماعة لحد 18 و19 جنيه في التوم اللي هو بعرشه، في من 18 لحد 19 جنيه، وفي اقل جوده هتلاقي 15 و16 جنيه في التوم اللي هو بعرش. طيب في توم الروز بس يا جماعه في من 20 لحد 21 و22 جنيه يا جماعه، ده بالنسبه للتوم في سوق العبور للجمله. شكرا ليكم وشكرا لكل من عمل لايك واشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.